فشلت كل المحاولات حتى يوم تفجير الكتيبة، هم فشلوا ان هم يحققوا هذا الهدف. الكتيبة دي موجودة في موقع استراتيجي جدا. هناك توجيهات لهذه الجماعات بأهمية كسر شوكة الأمن متمثلا في الكتيبة 101. في على طول احتياطيات موجودة جاهزة، مش تتحرك في دقيقة ولا في دقيقتين، ده في ثانية. حصلنا على عاصفة تكتيكية في النص. قوات مسلحة نجحت نجاح شامل على الإرهاب. الكتيبة الأحد في العاشرة مساء على الوثائقية.